أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم، تحية طيبة للجميع. في هذه الحلقة من سلسلتنا قصة كتاب سأقدم لكم كتابا يتحدث عن الرياضة، عنوانه مخزنة الرياضة من تأليف الكاتب الصحفي الرياضي المغربي منصف اليزغي. هذا الكتاب ذو صبغة صحفية يحاول أن يعود بنا إلى لحظات مهمة وأساسية من التاريخ الاجتماعي الراهن، خصوصا في لحظات معينة كانت فيها الرياضة الوطنية تؤدي وظائف سياسية. في نظري الكاتب منصف اليزغي تمت مخزنة الرياضة في المغرب، ولكن السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه هو متى كان بإمكاننا أن نفصل الرياضة عن السياسة في أي بلد، وأي منهما أسبق، هل الرياضة أم المخزن؟ حقيقة هنا ينبغي أن نقف وأن نطرح الكثير من الأسئلة حول أطروحة هذا الكتاب، بحيث أنه على المستوى المعطيات نجد فيه معطيات غنية حول التفاصيل، وهي طبعا معطيات أغلبها ذات طبيعة صحفية أخذت في سياقات تاريخية مختلفة منذ لحظة الاستقلال إلى اليوم. طبعا نحن نعرف أن بعض الفرق الرياضية خصوصا في كرة القدم تأسست قبل الاستقلال وكانت جزءا من التركيبة السياسية والاجتماعية لفترة الحماية، ولكن الرياضة في الدولة المستقلة ستبرز بملامحها المميزة لها. والسؤال الأساسي هنا هو حقيقة إلى أي حد يمكن أن نفصل بين الرياضي والسياسي؟ في اعتقادي في جميع بلدان العالم الرياضي لا ينفصل عن السياسي، أو المسألة الرياضية لا تنفصل عن السياسة، لأنها دوما لها وظائف سياسية. لا يمكن الحديث عن الرياضة في بلد معين دون أن تكون لها وظائف سياسية، أولا لأنها قطاع من القطاعات الحكومية تشرف عليها الدولة، ثانيا لأن هذا القطاع كغيره من القطاعات لا بد أن تكون له وظيفة ودور في الهدف وفي النهج العام لقواعد اللعبة السياسية في هذا البلد. مثلا لنلاحظ الولايات المتحدة والصين في الألعاب الأولمبية، لنلاحظ كذلك مختلف البلدان في التاريخ، مثلا في الاتحاد السوفيتي، في ألمانيا الغربية والشرقية في لحظة معينة كانت دوما الرياضة لها وظيفة سياسية وتؤدي رسائل سياسية بطريقة أو بأخرى. ولكن القاعدة التي يمكن أن نستنتجها في علاقة السياسة بالرياضة هو أن الرياضة تتلون بالزي أو اللون الذي ترتديه السياسة. بمعنى آخر، طبيعة النظام السياسي في بلد معين وطبيعة التركيبة السياسية وأهدافه الإيديولوجية الخصوص يتم توظيف الرياضة لتبليغها، وبالتالي سنقول إن الرياضة مؤسسة سياسية إيديولوجية. طبعا نعرف التقسيم الماركسي المعروف بين المؤسسات، إذا المؤسسة الدولة فيها مؤسسات إيديولوجية ومؤسسات قمعية، مؤسسة تتحكم عن طريق القمع وعن طريق التحكم الفيزيائي في المواطنين، ومؤسسات أخرى وهي أخطر تتحكم في المواطنين عن طريق الفكر، عن طريق طريقتها في تمرير الأفكار وفي إقناع الآخرين بجدوى النظام السياسي. سنعود إلى المغرب. حينما يتحدث الكاتب عن مخزنة الرياضة فإنه في هذه الحالة كأنه يرتكب مغالطة، لأن المخزن في المغرب أسبق من الرياضة. هذا من جهة أولى، أي أن الرياضة حينما تولد وحينما تبدأ وتنشأ وتظهر وتزدهر في هذا الفضاء الذي هو فضاء مخزني بالدرجة الأولى، فإنها بالضرورة ستكون مخزنية، يعني لا بد لها، ليس أمامها إلا أن تكون مخزنية بدرجة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى. ثم هناك أمر آخر، وهو أنه هذا التصور هو تصور متجاوز. المخزن في المغرب ليس هو الدولة فقط، المخزن هو ثقافة سياسية، ثقافة اجتماعية، هو فكرة سارية عند الجمهور، سارية في الأسرة، سارية في مختلف المؤسسات، سارية كذلك في الرياضة باعتبارها مؤسسة اجتماعية. وبالتالي نظام الحكم المخزن ليس مؤسسة
تختزل في الملك أو, م... أو, 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 أو شخص هو الملك أو أشخاص هم من يحيطون به أو وظائف معينة هم رجال الدولة، بل إن المخزن بشكل عام هو ثقافة سياسية وثقافة اجتماعية وعلاقات سارية. وبالتالي هنا حينما تظهر الرياضة في هذا المجال، لأن المخزن هو بدأ من القرن 16 القرن 17 تطور عبر التاريخ، أخذ ميكانيزمات تغلغل في المجتمع، هو جزء بحيث أنه، وهذا سؤال مهم في الحقيقة، البعض يعتقد بأنه ضد المخزن، ولكن إن لم يحدد ما هو المخزن على المستوى الفكري وعلى المستوى الاجتماعي فإنه يمكن أن يكون مخزنيا ويعتقد بأنه يعارض المخزن، لأن بنية الأسرة مثلا هي بنية مخزنية في المغرب، بنية المؤسسات الاجتماعية هي بنية السلطة بمختلف أبعادها هي بنية مخزنية. وبالتالي المخزن بشكل عام هو طريقة تقليدية سلطوية في الحكم وفي تدبير العلاقات الإنسانية. يمكن لشخص معين أن يكون متناقضا بحيث أنه يتبجح بأنه ضد المخزن، وهو يعتقد أن المخزن هو السلطة المركزية السياسية، ولكنه مع ذلك هو شخص مخزني وتسري فيه لعبة المخزن والطريقة، وأعتقد بأن الفكرة مفهومة. لنعود إلى قيمة الكتاب. قلت بأن قيمة الكتاب هو صحفي يسرد لنا مجموعة من الأحداث، مجموعة من يعني الأحداث الخاصة بالفرق الرياضية وبلحظات معينة بالنسبة للمنتخب الوطني بتدخل الحسن الثاني في الرياضة إلى آخره، ولكن هذا أمر عادي جدا لأنه في كل بلدان العالم توظف الرياضة في لأهداف سياسية. ولكن ما لم يطرحه الكتاب هو كيف نختزل الرياضة في كرة القدم. كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية، ولكن ينبغي هنا أن ننتبه إلى أن الرياضة بشكل عام في المغرب تعرف ما هو أخطر من المخزن. مخزنة الرياضة هذا جزء من الثقافة السياسية، حينما يتجاوز المغاربة الثقافة المخزنية آنذاك ستصبح الرياضة كذلك خارج نطاق المخزن. ولكن بالنسبة لثقافة الريع التي نراها مثلا أسماء معينة، طريقة معينة في الصفقات، تعتيم، كولسة بالنسبة لطريقة انتقاء اللاعبين والمدربين ورئيس الجامعة إلى آخره، العلاقات التي تتم تحت الطاولة، هذا هو الفساد الكبير الذي تعرفه الرياضة. كما أن هناك سؤال أساسي هو وظيفة الرياضة في المجتمع. إذ أن أي مجتمع مهما كان متخلفا أو متقدما فإنه ينبغي أن ينتبه إلى أن الرياضة مسألة حاسمة في المنظومة الاجتماعية. الرياضة ينبغي أن تنمى، لأن البعض مثلا يطرح السؤال الرياضة مثلا في المدرسة ما هدفها؟ هل ممارسة الرياضة أم التربية على الرياضة؟ طبعا الكل يعرف أن الهدف هو التربية على الرياضة. حينما يأتي التلاميذ مثلا إلى المدرسة لا يتعلم، لا يمارسون الرياضة، ولكن من المفروض أنهم يتعلمون قيمة الرياضة وأهمية الرياضة وأهمية العناية بالجسم. وهذه المسألة مسألة أساسية، لأن الكثير ممن يتحدثون عن الرياضة لا علاقة لهم بالرياضة ولا يمارسونها. الأجدى بالنسبة نأخذ تجربة الصين. الصين يعني دولة جبارة على جميع المستويات. الصين بلد استطاع عبر عقود قليلة أن يكرس الرياضة كفعل اجتماعي أساسي. إذن الرياضة مثل المدرسة، مؤسسة تساهم في تنمية البلد. طبعا لكم أن تروا عدد الميداليات في الألعاب الأولمبية، تساهم في تنمية الأفراد، تساهم في انضباط الأفراد. والرياضة هي رياضات كثيرة، وتتاح مثلا بالنسبة لهم، بالنسبة للصين مثلا، المدارس تفتح في وجه العموم لكي يمارسوا الرياضة خارج أوقات الدوام المدرسي. الأندية كثيرة والفضاءات يعني متوفرة ويتم تأطيرها، لأن الهدف ليس هو جعل الجمهور يتفرج على الرياضة لينسى مشاكله، بل الهدف في هذا البلد هو جعل الجمهور وعامة الصينيين وهم ملايير يمارسون الرياضة ويعرفون قيمة الرياضة ويهتمون بأجسادهم.
وبالتالي أي طرح للرياضة في المغرب وفي البلدان المتخلفة ينبغي أن لا يحيد عن الهدف من الرياضة، عن قيمة الرياضة كذلك، وعن نقد كذلك الممارسة الرياضية وعلاقتها بالسياسة. أعتقد بأن الكتاب تبقى له قيمة صحفية يكتفي بسرد مجموعة من الأحداث ويعطيها طابعا تشويقيا، طبعا قد تعجب الجمهور لأنها تتحدث عن كواليس، تتحدث عن قرارات، عن مجموعة من اللحظات الأساسية، عن تنافس ما قام به الملك، ما قام به فلان، فلان المسؤول عن الفريق الفلاني إلى آخره. ولكن الأسئلة الأكثر جدرية حول الرياضة والمجتمع لم تطرح في هذا الكتاب. أصدقائي المشاهدين، أتمنى أن تتفاعلوا مع باقي حلقات قصة كتاب التي أقوم فيها بمراجعة مجموعة من الكتب التي أقرأها. لا تنسوا أن تتركوا تعليق والاستفسارات أسفل الفيديو. إلى اللقاء.